بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع اللي هنتكلم عنه النهاردة هو موضوع مهم بالنسبة لموضوع الدوكمنت بتاعتنا. احنا المرتين اللي فاتوا خدنا ازاي ان احنا نعمل انستول للأوفيس على سبيل المثال او لأي سوفت وير موجود عندي عن طريق جروب بوليسي، صح؟ والمرة اللي بعديها اخدنا ازاي ان انا منزل الأوفيس على جهاز وكونكت عليه باستخدام التيرمينال سيرفيس، صح؟ النهاردة بقى اللي هنتكلم عنه هنتكلم عن حاجة اسمها Active Directory Rights Management. الـ Active Directory Rights Management دي ازاي ان انا اسيف الداتا بتاعتي. اسيف الداتا بتاعتي من ايه بقى؟ ان مثلا ادي permissions للناس ان الداتا بتاعتي على سبيل المثال مثلا الوورد او الاكسل او اي حاجة، ممكن الميل سيرفر بتاعي، الاكسشينج بتاعي، الايميلات بتاعتي، لما اجي ابعت ميل، الميل اللي بعته ده اللي يفتح الميل ده لو انا بعته الاول اللي معاه يوزر نيم وباسورد انا بحدده، فاهم؟ ممكن ويب سايت، ممكن امانج اعمل مانجمنت لاي حاجه تتخيلها. خلاص، الاكتيف دايركتوري رايتس مانجمنت هو عباره عن ايه؟ ان الداتا بتاعتي دي انا ببدا ان انا احطها مثلا على وورد او على اكسل او على زي ما قلت لك ميل سيرفر، لما يجي حد يكونكت عليه يقول له دخل لي يوزر نيم وباسورد، دخل لي يوزر نيم وباسورد. لما يدخل اليوزر نيم والباسورد بتوعه اللي انا ببقى محددهم له، حسب بقى البرميشنز اللي انا مديها له على الدوكمنت دي يقدر يعمل. يعني انا مثلا ممكن على شير فولدر، عندي شير فولدر مثلا هنا متشير اسمه داتا، الحمد لله اهديكم الله واستحملكم، عندي شير فولدر مثلا وليكن اسمه داتا. الشير فولدر ده انا ممكن اكون واخد على الشير فولدر فول كنترول. فكلمه فول كنترول يعني اعمل ايه؟ اعمل كل حاجه، صح كده؟ طيب، انما على ملف مثلا وورد او ملف اكسل، لما اجي افتحه هيطلب مني الملف ده يوزر نيم وباسورد، انا بكون مسبقا محددها له. حسب اليوزر نيم والباسورد بتوعي اقدر ان انا اعدل في الملف ده او ما اعدلش. ممكن اديك ريد بس، ممكن اديك تبرنت، خلي بالك انت ممكن تكون فاتحه وما تعرفش تعمل برنت عليه، فاهم؟ اديك مثلا ان انت لما تيجي تعمل كوبي تقدر تفتحه، بديك بقى رايتس عليه. في اسمها اكتف دايركتوري رايتس مانجمنت، حلو؟ يعني دي ملهاش علاقة بالبرميشنز بتاعت الشيرنج. انا ماليش علاقة بالبرميشنز بتاعت الشيرنج خالص. يعني انا ممكن مثلا في الشيرنج اكون واخد فول كنترول، اقدر اعمل كل حاجة، واجي على الملف ده او الفولدر ده ما اعرفش افتحه. خلي بالك بقى الرايتس مانجمنت دي علشان حضرتك تسطبها لابد ان انت تسطب سيرتيفيكت. لابد ان انت تسطب ايه؟ سيرتيفيكت. السيرتيفيكت هنا وظيفتها ايه؟ السيرتيفيكت وظيفتها ان هي تديني شفره وكي علشان لما اجي اشفر الكلام ده تتشفر معايا. ولابد ان انت يكون عندك اس كيو ال. لابد ان انت يكون عندك ايه؟ اس كيو ال. وخدها كده قاعده، الاس كيو ال لابد ان حضرتك تسطبه لاي حاجه بتكونكت عليها من اي مكان. اي حاجه بتكونكت عليها من اي مكان لابد ان انت يكون عندك اس كيو ال. لما احنا كنا بننزل الدبليو ساس كان بيقول لك انت عندك اس كيو ال ولا لا، صح؟ المره اللي فاتت لما كنا بننزل التيرمينال سيرفيس وكنا بنكونكت عليه بيقول لك انت هتنزل اس كيو ال ولا لا، صح؟ اي حاجه بتكونكت عليها لابد ان انت يكون عندك اس كيو ال. وظيفه الاس كيو ال ايه؟ ان هو يسنكرونايز ما بين الابلكيشن بتاعتك وما بين الداتا اللي انت هتكونكت عليها. انت عندك ابلكيشن والابلكيشن دي بترميك على داتابيز، صح؟ دبليو ساس ابلكيشن يفتح لي ابلكيشن والابلكيشن دي بترميني على ايه؟ داتابيز. ايه هي الداتابيز؟ الابديتس اللي نازله لي من فوق، صح؟ المره اللي فاتت التيرمينال سيرفيس انا بكونكت على ابلكيشن بفتح صفحه وورد، طب والداتابيز فين؟ الداتابيز هو البرنامج نفسه اللي نازل، صح؟ فالمره دي برضو نفس القصه، لابد ان يكون عندنا داتابيز او ان انت تنزل الداتابيز بتاعت مايكروسوفت اللي هي الويندوز العادي اللي هي الانترنال داتابيز دي اللي احنا نزلناها برضو المره اللي فاتت بدل ما تنزل اس كيو ال سيرفر. ولابد ان انت تنزل زي ما قلنا سيرتيفيكت، وبعد ما تنزل السيرتيفيكت تبدا ان انت تكونكت عليه، وعلشان تكونكت عليه لابد ان انت تنزل برضو سيرفيس
اسمها الاس سي بي، اس سي بي اللي هي سيرفيس كونفيجريشن بوينت. السيرفيس كونفيجريشن بوينت دي وظيفتها ان لما تيجي تكونكت على السوفت وير ده وتقول له انا عايز اعمل له ريستريكت يعني عايز احميه، تقدر ان انت تسينكرونايز مع السيرفر رايتس مانجمنت، يعني تقدر ان انت يبقى في تفاهم ما بينك وما بين السيرفر مانجمنت. معايا كده؟ ايه السيرفر مانجمنت؟ اللي هو السيرفيس اللي انا انزلها اللي هي الاكتف دايركتوري رايتس مانجمنت، دي سيرفيس انا بنزلها بعمل لها انستول، دي كانت موجوده ايام ال 2003 بس في الار 2، يعني لازم يكون نوع الويندوز بتاعي ار 2. يبقى احنا كده خدنا كذا حاجه كانت موجوده في ال 2003 بس في الار 2، الدي اف اس ريبليكيشن كانت في الار 2 صح، التيرمينال سيرفيس كانت في الار 2، الرايتس مانجمنت كانت في الار 2 برضه في ال 2003، ال 2003 العادي ما كانتش موجوده فيه. يبقى لابد ان انا اسطب سيرتيفيكت، لابد ان انا اسطب الاي اي اس كمان لانها بيكونكت عليها خلاص، لابد ان انا انزل الاس سي بي اللي هي السيرفيس كونفيجريشن بوينت علشان خاطر الجهاز بتاعي يسينكرونايز مع الرايت مانجمنت، واقدر بقى من خلالها ان انا اتحكم بقى في الدوكيمنت بتاعتي. والله اجي مثلا انا راجل مدير عندي مثلا ملف بتاع المرتبات، كل اداره الاتش ار بيكونكتوا على الشير فولدر اللي اسمه بابليك صح، وجوه بابليك انا عامل لكل اداره ملف صح كده، فالاتش ار ده كل الناس الموظفين اللي في الاتش ار هيكونكتوا عليه، بس مثلا ابراهيم اللي مسؤول عن المرتبات هو اللي من حقه ان هو يفتح الوورد ده، او هو اللي من حقه ان هو يفتح الشيت بتاع الاكسل ده، اي حد تاني مش من حقه. واحد يقول لي طب ما انا بدل ما اوجع دماغي، ما هو اصلا على الوورد في باسورد صح، ما انا ممكن اعمل باسورد على الوورد واقوم جاي مثلا لابراهيم واقول له خد الباسورد دي لما تيجي تفتح الشيت بتاع المرتبات عدل في اكتب الباسورد دي صح، فهيفتح صح ولا غلط؟ بس ما هو اول ما هدي له الباسورد بتاعتي ويفتح ملف الوورد بتاعي ده هيقدر ان هو يعدل. يعني مثلا لو مثلا عمرو مثلا او فلان مثلا اللي شغال في الشركة مرتبه مثلا 1000 جنيه وممكن يخلوا له 1500 صح؟ او كده عدل وهيسيف طول ما هو معاه الباسورد. انما لما انا اعملها بقى بالرايتس مانجمنت لا، ده انا مش هخليه يكتب، هخليه فيو بس، فيفتح ويعمل فيو فقط لا غير، مش هخليه يعرف يبرنت. تمام كده؟ علشان تسطب الرايتس مانجمنت لابد ان احنا اتفقنا مع بعض ان انت تسطب سيرتيفيكت. السيرتيفيكت بتاعتك يفضل ان هي ما تنزلش على الاكتف دايركتوري بتاعك. ليه؟ لان السيرتيفيكت دي لما بتنزل على اي سيرفر، السيرفر ده ما بتقدرش تغير النيم بتاعه، يعني انت عارف لو نزلناه على الاكتف دايركتوري خلاص ما اقدرش اغير الدومين نيم، ما بقدرش اعمل اي حاجه، ما اقدرش اغير الممبرشيب، ما بقدرش اغير اسم المكنه. السيرتيفيكت اللي بتنزل على سيرفر ما بتقدرش تغير، ما بتقدرش تعدل فيه. تمام؟ يبقى اول حاجه لابد ان انت عشان تسطبها تسطبها على سيرتيفيكت. فممكن السيرفر اللي هيلعب الرايتس مانجمنت هو اللي يبقى عليه السيرتيفيكت، دي ما فيهاش مشكله. زي التاني حاجه، لابد ان اليوزر اللي حضرتك هتدي له صلاحيه او بيرميشنز ان هو يلعب في الرايتس مانجمنت، لابد ان الباسورد بتاعته اليوزر نيم والباسورد بتاعه يكون نيفر اكسبايرد، ما ينفعش يتغيره. ليه؟ لان هو خلاص بياخد بيرميشنز على الرايتس مانجمنت باليوزر نيم والباسورد بتاعه، فما ينفعش ان هو يعدله. تاني حاجه، لو حضرتك هتكونكت على الرايتس مانجمنت باستخدام الاكس بي او السيرفر 2000 او ويندوز 2000 او ويندوز سيرفر 2003 مش ار2، لابد ان حضرتك تسطب بتجيبها من على موقع مايكروسوفت فور فري حاجه اسمها الار ام اس كلاينت، اللي هي ايه الرايتس مانجمنت كلاينت، دي بتسطبها دي بتشايه كده صغيره فاهم. ال7 والفيستا لا، الموضوع ده عادي هو متسطب باي ديفولت وهما بيفهموه. فهمت؟
طبعا الرايتس مانجمنت لابد ان هي تنزل في انفايرومنت فيها دومين، يعني ريكومندد ان الجهاز اللي هو اللي نازل ده يكون فاهم الاكتف دايركتوري بتاعي علشان اقدر من خلاله ان انا اسطب او ان انا اكونكت على اليوزرز اللي موجودة عندي. طبعا احنا في حاجة لسه ما تعرضناش ليها في الكورس بتاعنا ده خالص، ان انت لو حاجة عندك مش جوين الدومين دي ان شاء الله تاخدوها في الايزا او في التيم جي، ان انت لو انت الكلاينت بتاعك ده مش جوين الدومين، يعني انا دلوقتي انا عايز مثلا منزل ايزا مثلا او منزل تيم جي ومش جوين الدومين عشان واخد ريال اي بي، واحنا قلنا اي حاجة واخد ريال اي بي ما ينفعش تكون جوين الدومين. طب لما اجي كونكت بقى انا عندي يوزرز وعايز اعمل اطبق عليهم بوليسي، اليوزرز دول موجودين في الاكتف دايركتوري، بتنزل سوفت وير اسمه ادم، ده برضو تبع مايكروسوفت. السوفت وير ده تقدر تكونكت عليه من خلال ال داب ويجيب لك كل اليوزرز اللي موجوده عندك. ايه تاني يا باشا؟ انت دلوقتي الايزا او التي ام جي او اي سيرفيس انا هنزلها بتحتاج ان انا اجيب يوزرز من الاكتف دايركتوري. حلو، احنا المره اللي فاتت اتفقنا مع بعض ان الراجل ده لما يجي كونكت مثلا تيرمينال سيرفيس، لما يجي كونكت بيكونكت عليك بيطلب منك يوزر نيم وباسورد، هتدي له اليوزر نيم والباسورد بتوعك لهم حلين، يا اما تكون مكريته جوه السام فايل يا اما كونكت من الاكتف دايركتوري، صح؟ طب الراجل ده مش جوين دومين، فلو قعدت عملت له اللي مش هيعرف يجيب الاكتف دايركتوري، صح؟ فانت بتنزل سوفت وير، السوفت وير ده اسمه ادم. خلاص، الادم ده وظيفته ايه؟ ان هو يكونكت على ال داب بتاعك، ال داب اللي هو ايه اللي بتسيرش جوه الاكتف دايركتوري بتاعك بيه، يكونكت عليه عشان يجيب لك اليوزرز بتاعه الاكتف دايركتوري، بتعرفه مين هو ال داب بتاعك ويكونكت عليه يجيب لك اليوزرز. تمام، هو مش في دومين بس بيسينكرونايز مع الدومين عشان يجيب لك اليوزرز، انما هو ورك جروب عادي. تمام، طبعا احنا ما تعرضنا لهوش الكلام ده، ما تعرضنا لهوش، هتتعرض له لو اشتغلت مثلا في اي فاير وول، مع تيم جي بتاع مايكروسوفت، لو انت حتى مثلا هتشتغل مثلا باي هاردوير، يعني لو جبت جينيبر 40 جيت الكلام ده برضو، كل الكلام ده برضو لازم تكونكت. طبعا الناس دي ما بتفهمش يعني ايه دومين اصلا، حاجات دي برودكت مش مايكروسوفت، بتكونكت برضو عليها بسوفت وير عشان تجيب اليوزرز من الاكتف دايركتوري بتاعك. الاعتماد الرئيسي كله بيبقى على السيرفيس اللي اسمها ال داب. معايا كده؟ علشان تبدا ان انت بقى تسطب الكلام ده هنبدا ان احنا نكونكت عليها. احنا اتفقنا مع بعض ان اليوزرز بتاعتي، اليوزر بتاعي لو دخلت هنا كده جوه اكتف دايركتوري users and computers، على OU مثلا اللي اسمها IT، ودخلت مثلا على user زي محمود، لابد ان انا هنا في account يكون ايه؟ user cannot change password و password never expire. خلاص، ولابد من خطوة تانية ان اليوزر ده يكون ليه mail address، اليوزر يكون ليه ايه؟ ميل ادرس. طبعا انت لو في انفايرومنت والانفايرومنت بتاعتك دي فيها اكستشينج، خلاص هتحط اليوزر نيم، هيبقى كده او كده اوريدي الراجل ده ليه ميل. لو انت مش في انفايرومنت وما فيهاش ميل، ممكن ان انت تكتب له ميل عادي، يعني تقول له ام سرحان يعني تيجي هنا كده في الميل وتكتب له ام سرحان ات abc.local. المهم في الخانه بتاعت الميل دي علشان تطبق عليه الرايتس مانجمنت يكون عنده ميل، فاهم؟ طبعا انت لما بتنزل اكستشينج سيرفر وبيكون عندك ميل سيرفر، اوتوماتيك الخانه دي بتتملي، اول ما تقول للراجل ده انا عايز اعمل لك ميل اوتوماتيك بتتكتب هنا. معايا كده؟ هتبدا ان انت تقول له ابلاي اوكي. طبعا الراجل ده يعني ممبر في الاويو اللي اسمها في الجروبس اللي اسمها ايه؟ دومين يوزرز، يعني ليميتد يوزر عادي خالص. طبعا انت ممكن تعملها كادمنستريتور، انت بتعرف طبعا اليوزر ازاي يعملها، او ممكن ان انت تعملها كادمنستريتور، تعملها باليوزر بتاع الادمنستريتور، انا هوريها لك بالاثنين، يعني تعملها باليوزر بتاع الادمنستريتور وتبقى انت قاعد مع المدير بقى تفهمه
وهو مثلا تديله البرميشن بتاعته ان هو يريد ويرايت، ويوزر ليميت التاني تخليه يريد بس، وهكذا. فاهم؟ فانا اوريك ازاي تعرفها لليوزر وازاي انت تعملها انت كادمنستريتور. هتيجي هنا في رولز، اد رول، سيرفر رول، وهنبدا ان احنا نسطب الاي اي اس، وهنبدا ان احنا نسطب الاكتف دايركتوري سيرتيفيكت سيرفيس. وبعد ما نسطبهم نبدا ان احنا نسطب ايه، اكتف دايركتوري رايتس مانجمنت سيرفيس. ماشي؟ بس الاول لازم ان انت تسطب ايه، السيرتيفيكت، علشان بعد كده لما تسطب الرايتس مانجمنت تلاقي بقى السيرتيفيكت نازله. نيكست طبعا بيديك هنت كده عن السيرتيفيكت، ان السيرتيفيكت دي بتشتغل معاك ان هي ممكن تشفر لك اي حاجه تخطر على بالك، وبيقول لك ان الكونسبت بتاعها زي بالظبط الاي بي سيك، ان انت ممكن تشفر اي حاجه وتبدا ان انت تسطب عليها. نيكست بعد كده هيبدا ان هو يقول لك انت عايز تنزل ايه بالظبط في السيرتيفيكت. هنقول له احنا عايزين ننزل السيرتيفيكت اوثوريتي، دي السيرتيفيكت اللي اقدر من خلالها ان انا اسطبها على اي حاجه موجوده عندي في النتورك بتاعتي. خلي بالك السيرتيفيكت دي انت ممكن هنشوف ازاي هتنزلها على الاكستشينج، ولابد ان انت تنزلها على الاكستشينج سيرفر. هتشوف ازاي تنزلها على اي ويب سايت عندك تسكيور الويب سايت ده. هتشوف لما تاخد تيم جي او الايزا ازاي برضو تسطب السيرتيفيكت، علشان الناس لما تيجي تكونكت على الايزا تكونكت باستخدام سيرتيفيكت معينه. يعني السيرتيفيكت معانا دي شغاله في كذا حاجه، فاهم؟ على سبيل المثال بدل ما الناس ما تكونكت على اي ويب سايت موجود عندك بال HTTP هتكونكت عليه بال HTTPS. يعني بدل بورت 80 يبقى بورت 443. طبعا بعد كده هيبدا يقول لك انت ستاند الون ولا انتربرايز. هتقول له انا انتربرايز علشان خاطر احنا شغالين في دومين. نيكست. نوع السيرتيفيكت بتاعتك ايه؟ هتبقى روت سيرتيفيكت علشان خاطر الناس لما تيجي توزنتيكيت بالكي بتاعك اول مره، ولا انت اصلا هنا منزل لي انذر سيرتيفيكت، يعني انت منزل لي سيرتيفيكت ثانيه. ايه بقى الانذر سيرتيفيكت دي؟ خلي بالك السيرتيفيكت اللي انت بتعملها لو شغال في شركه كبيره، مش هينفع ان انت تعمل لي السيرتيفيكت بتاعت مايكروسوفت. سيرتيفيكت مايكروسوفت دي ضعيفه، انت بتشتري سيرتيفيكت من بره بتتباع، يعني بتعمل ريكوست وبتتباع السيرتيفيكت بتاعتك دي. في شركات كتيره طبعا بتبيع الكلام ده، فاهم؟ تبدا ان انت تبيعها ويبعتها لك على الميل وانت تعمل لها امبورت من هنا، وهوريك ازاي تبقى تعمل لها امبورت، فاهم؟ فاحنا طبعا الفيرست سيرتيفيكت بتاعتنا نيكست، يعني معناها ان انا بكريت لك برايفت كي جديد، يعني كي جديد هنكونكت بيه لاول مره. نيكست. بعد كده هيبدا ان هو يقول لك قول لي درجات الانكريبشن بتاعت السيرتيفيكت. خلي بالك كل درجه من دي، كل حاجه من دي ليها ايه، درجه في الانكريبشن، فاهم؟ وطبعا بيقول لك الكي بتاعك يبقى شكله عامل ازاي، يبقى 512 ولا 1024 ولا 2048 ولا 4056. كل دي درجه من درجات الانكريبتد. كل طبعا ليفل من دول بيعلي لك السكيورتي اعلى، كل ليفل من دول بيعلي السكيورتي اعلى، فاهم؟ بس برضو ما زلت بقول لك السيرتيفيكت بتاعت مايكروسوفت مش بالقوه اللي انت تستخدمها. بس طبعا لو انت شغال في شركه والشركه ما معاش فلوس او ما بتشتريش فلوس، هتشتغل بسيرتيفيكت مايكروسوفت، يعني فاهم؟ كل يعني بدل اقل الاشياء يعني. طبعا كل واحده من دي ليها برضو ايه، درجه سيرتيفيكت معينه. ولو انت شغال باستخدام السمارت كارد هتختار موضوع السمارت كارد، وهكذا. معايا كده؟ فاحنا طبعا ايه هنسيبها بالديفولت، يعني احنا هنسيب الكي بتاعنا بالديفولت. نيكست. بعد كده هيقول لك السي نيم بتاعك، وكلمه السي نيم اللي هو الكانونيكال نيم، الاسم المميز بتاعك. طبعا بيقول لك انت في الدي سي والجهاز ده اسمه R1. R1
وطبعا بيقول لك الدومين نيم بتاعك ايه. فاكرين الكلام ده ما بيفكركمش بحاجه؟ الله يفتح عليك. طبعا السيرتيفيكت بتاعتك دي بيقول لك هي فاليد لغايه قد ايه. طبعا انت ممكن تعدل. فاليد يعني ايه فاليد لغايه قد ايه؟ يعني بعد 5 سنين السيرتيفيكت دي هتنتهي، محتاج ان انت تجددها مره تانية. عارفين في 2003 لما كنت بنزل سيرتيفيكت في 2003 كان بيديني 10 سنين. هنا في 2008 بادئها بخمسة. لما بتشتريها طبعا بتبعت له تقول له انا عايزها 3 سنين، عايزها 4 سنين، عايزها 5 سنين. فاهم؟ هنسيبها بالديفولت يعني، احنا مش محتاجينها ل 2016 بقى حين ويحيكم ربنا. نكس. بعد كده بيقول لك ده المكان بتاعها اللي هي الداتا بيز هتكون موجوده فيه. بعد كده هيبدا ان هو يسطب لك الاي اي اس، والاي اي اس هنسيبها بالديفولت بتاعها مش محتاجين فيها اي حاجه غير ان احنا ايه نبدا ان احنا نعمل لها انستول. وطبعا بيجيب لك سامري عن كل الحاجات اللي انت سطبتها وتبدا ان انت تقول له انستول. بقى احنا كده اول حاجه عملنا ايه؟ سطبنا السيرتيفيكت. حلو. بعد كده اقول له انا عايز اسطب السيرتيفيكت او اشغل السيرتيفيكت دي على السيرفر الفلاني. حلو كده. علشان بقى تسطبها على السيرفر الفلاني الناس لما هتيجي تكونكت عندك هتكونكت بار 1 صح؟ r1.abc.local صح؟ انا ممكن اجي هنا واعدل في كلمه ار 1 دي واعمل له الياس نيم صح؟ يعني اجي هنا كده في الفورورد لوك اب زون واقول له ايه انا عندي ار 1 صح؟ اجي هنا زي ما احنا ما عملنا المره اللي فاتت قلنا له دبليو دبليو بتاع بتاع التيرمينال سيرفيس. هتقول له ايه انا عايز اعمل لك الياس نيم ايه؟ ممكن مثلا عايز تعملها في الزون اللي اسمها abc.com براحتك. المهم ان انت هتعمل له الياس نيم عشان لما الناس تيجي تكونكت عليه بدل ما تكونكت عليه بار 1 او تكونكت عليه باسم السيرفر تكونكت عليه بالالياس نيم بتاعك. فهتيجي هنا تقول له انا عايز اعمل لك نيو الياس نيم. هتقول له مثلا ايه ار ام اس اللي هو اختصار ايه رايتس مانجمنت سيرفيس. وتبدا ان انت تبراوز وتقول له السيرفر بتاعي اللي هو ار 1. حلو كده. انتظر بقى الكلام ده على بال ما ايه ما يبدا ان هو يسطب لي السيرتيفيكت. طبعا خلي بالك انت ممكن تخلي برضو السيرتيفيكت سيرفر ده سيرفر لوحده والسيرفر اللي انت هتنزل عليه الرايتس مانجمنت سيرفر لوحده. بس اهم حاجة ان هو ما يكونش الدومين كنترولر. ما يكونش المكنة اللي بتلعب دومين كنترولر. هي المكنة اللي بتلعب دومين كنترول احنا كده خدنا اكتر من سيرفر صح؟ خدنا 500 مليون سيرفر لغاية دلوقتي. المكنة اللي بتلعب دومين كنترولر انا مش طالب منك غير حاجتين بس، تكون دي ان اس واكتف دايركتوري فقط لا غير، كفايه عليها قوي كده. ممكن بقى الاديشنال بقى تسطب عليه حاجات. ممكن مثلا تنزل الفايل سيرفر تحمله حاجات. الكلام ده ماشي ممكن. ليه؟ لان الفايل سيرفر لو وقع مش مهم. يعني هو طبعا عليه الداتا بتاعت الناس بس يعني انا ممكن واخد باك اب واخد حاجات واخد بتاع ومش عارف والناس كده او كده بتكونكت وبتخش على اجهزتها وممكن اكون عامل لها اوف لاين فتكونكت على الاوف لاين على بال ما الفايل سيرفر مقومه. انما الاكتف دايركتوري لو وقع كده خلاص كده مفيش حد هيعرف يكونكت على اي حاجه ولا حد يخش على اي حاجه ولا حد يخش على جهاز ولا يعمل اي حاجه صح؟ انما الناس عامله لوجن وشغاله وعايشه حياتها بتعمل ملفات الوورد والاكسل بتكتب كل اللي هي عايزاه، هيتصل بيا واحد اقول له معلش بس احنا ايه السيرفر بنعمله ريستارت نص ساعه وهيقوم. على بال ما اكون نزلت ويندوز وظبطت نفسي على الفايل سيرفر وارجع اعمل ريستور للباك اب، او مش ممكن ما اعملش ريستور للباك اب لان انا السيرفر حتى لو الويندوز ضرب انا كل اللي انا هعمله هنزل ويندوز جديد خلاص هعمله بنفس الاسم الجهاز وهعمله جوين للدومين، الناس مش هتحس بحاجه صح؟ كل الكلام ده ممكن ياخد مني نص ساعة ساعة الا ربع. انما الاكتف دايركتوري لو وقع هتقعد بقى تنقل بقى للاديشنالز رولز
وبعدين مش عارف تقعد تعمل ايه، وبعدين الناس اللي على بال ما تنقل الرول دي وتلاقيها بقى تهيس معاك مره ومره تشتغل ومره مش عارف ايه، هتبص تلاقي الدنيا عندك متلعبك والناس مش هتصبر. عارف لما تقول له مثلا انت ربع ساعه بس وهتكونكت على الداتا، ممكن يستنى، ممكن تفتح لهم النت تلهيهم بيه. اه والله مش بهزر، احنا اوقات نعمل كده، يبقى في مشكله مثلا، فاهم؟ فتقول لي ايه مثلا واحد يتصل بيا، ده انا شغلي واقف، ده انا مش عارف ايه، ده انا ايه، اقول له طب خش على النت، يقول لي ما انتوا عم قافلين الدنيا وبتاع، اقول له لا جرب كده هتلاقي الدنيا مفتوحه، فاهم؟ فيهيسوا قوي بقى، يلاقوا الفيسبوك بقى مفتوح ويعيشوا حياتهم، فينسوا اصلا ام الشغل على بال ما احنا ما نكون خلصنا مشكلتنا. ايوه امال انت هتعمل لهم ايه؟ انما لو ما عرفش يعمل لوجن بقى هيقرفك بقى، ويروح بقى يشتكي لمديره ومش عارف يعمل ايه والكلام ده. انما انت بتوقعه في شر اعمال، يوم ما هيجي يقول له انت مثلا اتاخرت ليه، هيقول له اصل الداتا، الداتا الاي تي عندهم مشكله والداتا بايظه ومش عارف ايه والكلام ده. اقول له كذاب، الدنيا شغاله وزي الفل، ده الراجل ده كان قاعد من الساعه الفلانيه للساعه الفلانيه على الفيسبوك. صح، انت لازم تكون ذكي يا ابني، امال احنا نوقع اليوزرز ازاي؟ ايوه خلاص كده اتعمل له كلوز. كده السيرتيفيكت نزلت. لو حضرتك دخلت هنا كده على هاتلي كده سيرفر رول، في رول زينة هتلاقي عندك هنا اكتف دايركتوري سيرتيفيكت سيرفيس. لو حضرتك دخلت جواها هتبص تلاقي عندك حاجه اسمها سيرتيفيكت تمبلتس. طبعا السيرتيفيكت دي بقى تقدر بقى ان انت تشغلها بقى على كل حاجه، على الاكستشينج، على الـ على الاي اي اس، على على الادمنستريتور، على مش عارف ايه، تقدر تشغلها على كل حاجه تخطر على بالك في النتورك بتاعتك. احنا عايزين نشغلها على ايه؟ على الويب سايت او الويب سيرفر، صح؟ فهتيجي حضرتك كده هنا كده تحت هتلاقي عندك حاجه اسمها الويب سيرفر. حلو، هتيجي تقف كده على الويب سيرفر وتقول له ايه، دبليكيت تمبلت، وتقول له دي شغاله على الويندوز ايه بقى، انت عندك 2003 ولا 2008؟ 2008 صح، وتقول له اوكي انا عايز اعمل لك تمبلت جديده. خلاص هنكتبها مثلا ايه، هنسميها مثلا ايه، بدل هي كوبي طبعا من اللي موجوده، قول له مثلا ايه ار ام اس ويب سيرفر. حلو كده، طبعا هتبدا ان انت تقول له فاليديت في قد ايه، الكلام ده برضو بتاعنا فاكرينه، وتقول له ببلش في الاكتف دايركتوري. ليه ببلش في الاكتف دايركتوري؟ لان احنا اتفقنا مع بعض ان الاكتف دايركتوري دي عباره عن داتابيز تحتوي على كل المعلومات اللي موجوده عندي في النتورك، صح؟ مش انا محتاج ان السيرتيفيكت دي الناس تنادي عليها، صح؟ طب ما انا لو مش مببلشها في الاكتف دايركتوري الناس هتعرفها منين؟ زي كده البرينتر، مش البرينتر لما كنت بقوله ليست ان دايركتوري والشير فولدر مش كنت بقوله ببلش؟ فكلمه ببلش يعني انشره، اعمل له اعلان جوه الاكتف دايركتوري بتاعك. ولابد ان انت تيجي في سكيورتي هنا وتضيف لي السيرفر اللي انت عايز تعمل عليه السيرتيفيكت، زي لما كان التيرمينال سيرفيس برضو بنضيف السيرفر، صح؟ هتقول له اد وتقول له ايه ار 1. احنا هنا في اوبجكت بس نختار كمبيوترز ار 1 تشيك كده، تمام. حلو كده، وتبدا ان انت تقول له هتريد وانرول. كلمه انرول يعني هنطبق، هنكونكت عليك وهنطبق عليك السيرتيفيكت دي، وتقول له ابلاي. اوكي تمام كده، في مشكله؟ وتبدا بقى بعد كده تخش هنا كده على السيرفر بقى بتاعك، على السيرفر بتاعك هو في السيرتيفيكت. هنا احنا عندنا اهو سيرتيفيكت تمبلتس بتاعتنا، صح؟ هتلاقي انت عندك ايه الويب سيرفر بتاعتك، صح؟ لما تيجي بقى تكونكت هنا على السيرتيفيكت بتاعتك دي
تبدا ان انت تظبط له السيرتيفيكت او تنادي على السيرتيفيكت اللي انت جبتها. بس لما تيجي تنادي على السيرتيفيكت بتاعتك يفضل ان انت تنادي عليها من المانجمنت كونسول، يعني تقول له مايكروسوفت مانجمنت كونسول الام ام سي. هتفتح هنا كده تقول له اد اند ريموف سناب ان. خلي بالك انا كل ده ماليش علاقه بالمانجمنت، بالرايتس مانجمنت، صح؟ انا كل ده لسه بنزل سيرتيفيكت على الجهاز ده. هتلاقي عندك حاجه اسمها سيرتيفيكت، هتبدا ان انت تقول له انا عايز اقعد السيرتيفيكت دي. طبعا السيرتيفيكت دي خاصه بالكمبيوتر ولا باليوزر؟ خاصه بالكمبيوتر. نيكست. طبعا انا عايز اشغلها على اللوكال كمبيوتر. فينش. اوكي. تمام كده. هتلاقي عندك هنا بيرسونال. لما تيجي بيرسونال هنا وتقف عليها تقول له اول تاسكس، وتقول له انا عايز افايند ا سيرتيفيكت. عايز اعمل ايه؟ عايز افايند ا سيرتيفيكت، او ممكن تقول له ريكويست نيو سيرتيفيكت. يعني يا اما فايند ا سيرتيفيكت لان هي نفس المكنه. خلي بالك هي نفس المكنه، فلما اقول له فايند سيرتيفيكت هيشوف لي السيرتيفيكت اللي موجوده عندي فين ويبدا ان هو يجيبها لي، صح؟ يا اما ان انت تقف هنا كده وتقول له انا عايز ايه؟ ريكويست نيو سيرتيفيكت. في الحاله بتاعت ريكويست نيو سيرتيفيكت دي، لو انت بتكونكت على يعني انا دلوقتي ده الجهاز ده بتاعي مش هو اللي عليه السيرتيفيكت، وهنادي عليه من مكان تاني، فاهم؟ فاحنا هنقولها له من هنا علشان خاطر انتوا تشوفوها. هتبدا ان انت تقول له انا عايز ريكويست نيو سيرتيفيكت. نيكست. طبعا هو ايه؟ مش شايف لسه السيرتيفيكت بتاعتي، صح؟ اللي اسمها ويب سيرتيفيكت. هو شايف بس دي. ريكوست كده نيو سيرتيفيكت. طب نزلت هنا. هي دي، صح؟ ايه يا باشا؟ لا لا لا، المفترض ان انا هنا الاقي السيرتيفيكت بتاعتي. اسمها ايه؟ ار ام اس، صح؟ تعالى بس نقفل الكونسول ده كده تاني ونفتحه. انا اند ريموف سناب ان سيرتيفيكت اد
كمبيوتر نيكست على اللوكال كمبيوتر فينيش. كوست نيو سيرتيفيكت نيكست برضو. طيب بصوا ممكن نريستارت الجهاز، لو ما اتعملوش لو ما ظهرتش في السيرتيفيكت دي نعملها مره تانية او نطلعها از فايل ونعمل لها امبورت. هنخش هنا كده في الرولز ونعملها من جديد، لو ما اشتغلتش نعمل لها امبورت. رولز اكتف دايركتوري سيرتيفيكت سيرتيفيكت تمبلت، هتيجي هنا في الويب سيرفر هنيجي هنا كده ونقول له 2003 ونبلشها جوه الاكتف دايركتوري، ونيجي هنا في سكيورتي ونقاد كمبيوترز ونقول له ار 1. حلو كده، نيجي هنا كده ونقول له ايه انرول ريد وانرول ابلاي. اوكي تمام كده. خش بعد كده بقى في الام ام سي اد اند ريموف سناب ان سيرتيفيكت كمبيوتر فينيش. بيرسونال بقول له ريكويست نيو سيرتيفيكت نيكست. برضه مش ظاهر. طيب احنا ممكن بقى نقف هنا كده عليها دي. هي 2008 published in active directory. كوبي ليه بقى؟ استنى كده ايه؟ لا هو انا داخل بس بالادمنستريتور بتاع الدومين ولا داخل بالادمنستريتور العادي؟ عايزين نتاكد بس. لا احنا اتفقنا مع بعض ان دي بتبقى بالادمنستريتور بتاع الدومين.
عايز اعرف بس هو ليه شايفني ان انا ما عنديش بيرميشن. ايه احنا ممكن بقى نخش هنا كده برضو تظهر لك معاك السيرتيفيكت. هنجرب اخر خطوة، يعني لو ما نفعتش يبقى احنا هناخد السيرتيفيكت دي ونيمبورتها. لما تيجي هنا تقول له على سيرتيفيكت تمبلتس كده، ممكن تقول له ايه نيو وسيرتيفيكت تمبلت تو ايشو. لما تيجي هنا كده هتلاقي السيرتيفيكت بتاعتك اللي انت عاملها اللي هي اللي اسمها الايه ار ام اس، وقول له اوكي. حلو، فهتلاقيها موجودة هنا اهي. تمام، تعالوا بقى نقفل ده كده ونحاول نجرب ان احنا نكونكت عليها. يعني هي بس احنا نزلناها بس من 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 فوق نزلناها هنا. حلو، اد اند ريموف سناب ان سيرتيفيكت على ماي كمبيوتر نيكست لوكال كمبيوتر بيرسونال، قول له ريكويست نيو سيرتيفيكت نيكست، خلاص كده ماشي. ايه، ما انا هقول لك بقى العلامه الصفراء دي بقى ايه. هو انت المفترض هنا علشان السيرتيفيكت بتاعتك تتطبق، السيرتيفيكت بتاعتك علشان تتطبق هنا كده، فين هي بس من هنا كده، المفترض ان حضرتك هنا بتيجي وتقول له ان انا عايز اطبقها على الار 1 صح. هنا بقى بتبدا ان حضرتك علشان خاطر لما تيجي تعلم عليها كده هتلاقي انرول دي مش شغاله، يعني السيرتيفيكت بتاعتك مش شغاله. لابد ان انت لما تيجي هنا في الانفورميشن هنا تدي له الفول دي ان اللي هو الديستنجويتش نيم. ديستنجويتش نيم فاكرينه بتاع الدي اس اد، خلاص. فلابد ان حضرتك لما تيجي هنا في فاليو تقول له سي ان اللي هو الكانونيكال نيم بتاعي ايكوال ار 1، مش ده الديستنجويتش نيم بتاعي، كوما دي سي ايكوال اي بي سي كوما دي سي ايكوال لوكال. يبقى انت لو ما لقيتش السيرتيفيكت بتاعتك، بكرر تاني اهو برضو عشان ايه نبقى احنا عارفين الخطوه دي، لو ما لقيتهاش هتيجي هنا في سيرتيفيكت تمبلتس وتقف عليها كده وتقول له نيو وتقول له سيرتيفيكت تمبلت تو ايشو، وتنزل السيرتيفيكت بتاعتك هنا هتلاقيه. وطبعا لابد ان الادمنستريتور يكون واخد ليها عليها فول كنترول عشان يبدا ان هو يظبط الدنيا بالنسبه له، فاهم. وبعدين هنا بقى وتقول له اد، فكده انا عملت اد لايه، للكانونيكال نيم بتاع الجهاز ده. هنا بقى لما تيجي هنا كده في الاكتف دايركتوري نيم، احنا مش محتاجين اكتف دايركتوري نيم، احنا محتاجين يو ار ال الناس هتكونكت عليه صح. هنا بقى لابد ان انت تديله، لو انت عامل له الياس نيم تديله الالياس نيم،
لو انت سايبه بالنيم بتاعه تديله النيم بتاعه. يعني يا اما تكتب لي ار1 دوت اي بي سي دوت لوكال، يا اما تكتب لي الاليس نيم بتاعه، فاهم؟ اللي انت عايز الناس تكونكت عليه. المهم اليو ار ال اللي انت تكتبه هنا هو اللي الناس هتقدر تكونكت عليه. تقول لي يا ابو حميد بتكتب اليو ار ال بتاع الزون اللي هو ايه، هيبقى مثلا لو انت عاملها دوت كوم دوت لوكال دوت مش عارف ايه براحتك. احنا مسمينه ايه، ار ام اس دوت اي بي سي دوت لوكال. حلو كده. بتقول يا احمد هتبدا ان انت تقول له ابلاي اوكي، هتبص تلاقي انرول اشتغلت معاك صح، تبدا ان انت تعمل لها انرول فينش كده. بالنسبه للسيرتيفيكت نزلت اهي. حلو، لما تيجي تقف عليها كده هتبص تلاقي السيرتيفيكت بتاعتك بيقول لك هي فاليد من فين لفين، وسيرتيفيكت باص مكانها فين. تمام، يبقى انا كده ظبطت السيرتيفيكت بتاعتي. انزل بقى الاكتف دايركتوري رايتس مانجمنت، ابدا بقى ان انا اسطبها. خلاص احنا كده ظبطنا السيرتيفيكت ونزلت على الجهاز دلوقتي كده، الجهاز ده عليه سيرتيفيكت. هتبدا ان حضرتك بقى تخش هنا في سيرفر رول، تقول له انا عايز اد لك رول، وعايز اد اكتف دايركتوري رايتس مانجمنت. حلو، هيبدا ان هو يظبط لك شويه اوبشنز جوه الاي اي اس. احنا مسطبين الاي اي اس بس في شويه حاجات هو هيحتاجها عشان الناس تكونكت عليه وتسنكرونايز معاه. هتقول له نيكست، هيبدا طبعا يقول لك وظيفه الرايتس مانجمنت بتعمل ايه، وان الرايتس مانجمنت بتحميلك كل الحاجات اللي موجوده عندك في النتورك بتاعتك. اي دوكيمنت موجوده عندك في النتورك اقدر احميها بالرايتس مانجمنت. نيكست، طبعا هننزل السيرفيس دي اللي هي الرايتس مانجمنت، بس ده اللي احنا محتاجينها. بيقول لك طبعا انت لو عندك كلاسترنج انت ممكن ان انت تبقى عندك اتنين، بحيث ان لو واحد وقع التاني يقوم مكانه، صح؟ عارفين احنا الكونسبت بتاع الكلاسترنج بتاع ال NLP. فطبعا احنا بنكريت اول واحد اصلا، احنا ما عندناش واحد تاني نكونكت عليه. نيكست، بعد كده هيقول لك الداتابيز هتبقى انترنال داتابيز اون ذا سيرفر، ولا حضرتك هتكونكت عن طريق SQL. فلو قلت له عن طريق SQL لابد ان انا اشاور له على السيرفر بتاع ال SQL. على سيرفر تاني، طبعا. او انت عندك SQL، ما انت ممكن يكون عندك SQL في الشركة، وانت اصلا اي شركة تشتغل فيها يبقى عندك سيرفرات، لابد ان انت تنزل ال SQL لو انت عايز تكونكت على ال بتاع ده هون ال WSOS. المفترض ان انت يكون عندك SQL، ما تعتمدش على بتاع مايكروسوفت. لو انت مثلا عندك حاجة زي مثلا الكاسبريسكي، كاسبريسكي ده احنا اتفقنا مع بعض ان ليه حاجة اسمها الادمين كيت اللي بتكونكت من خلاله، صح؟ او الادمين كيت ده عمره ما هينزل من غير الاس كيو ال علشان خاطر يسينكرونايز ما بينك وما بين الكلاينت. فاحنا طبعا هنا شغالين في الانفايرمنت بتاعتنا صغيره، فانا اقول له ايه انترنال داتابيز اون ذا سيرفر. نيكست، هيبدا يقول لي قول لي مين الاكونت اللي عايزه يشغل الار ام اس. ممكن هنا بقى تختار له الادمنستريتور او تختار له اي اكونت جوه الاكتف دايركتوري. وطب ما احنا هنختار له ليميتد يوزر، وبعد كده هوريك ازاي بقى تعدلها. يعني هو هنا تحط له اي اكونت، هنا تحط له ايه اي اكونت، بس شرطا ان الاكونت اللي انت هتحطه يكون ليه شرطين، الباسورد نيفر اكسبايرد، والباسورد وكلاينت كانوت تشينج باسورد، ويكون ليه ميل، صح كده؟ فانا اقول له هنا اي بي سي مثلا abc/msarhan اهو limited user اهو، وادي له الباسورد. مش مهم، انا عايز اي كلاينت اي يوزر عندي. نيكست، بعد كده هيقول لك الكي بقى بتاعنا اللي الناس هتكونكت عليه لابد ان احنا نشفره، صح؟ يبقى عندنا كي، والكي ده متشفر.
الناس كل مره هتحطه مانوال ولا انت هتحطه لي مره واحده اوتوماتيك ويبقى متشاير للكلاسترز كله للناس كلها؟ يعني هو هنا بيقول لك اهو يبقى شيرد الكي ده يبقى شيرد ولا حضرتك كل مره هتحطه لي مانوال؟ اقول له لا شيرد عشان انا مش عايز الناس تلعب في الاكتف دايركتوري رايتس مانجمنت غير انا كراجل ادمنستريتور، مش كل مره يطلب منهم كي. تفهم؟ اه بس هو يخش باليوزر نيم والباسورد بتوعه، انما لو انا خليتها لهم مفتوحه وكل واحد يحط كي مانوال يبقى كده انا كراجل ادمنستريتور ممكن يشيلوني. تفهم؟ واصله ولا مش واصله؟ طيب بص يا سيدي، انا دلوقتي علشان خاطر الجهاز بتاعي كونكت على الرايتس مانجمنت لابد ان هو يبقى فيه برشيرد كي علشان السكيور، صح؟ البرشيرد كي ده لو انا قلت له هنا كريته لي مانوال يبقى كده كل يوزر هيجي كونكت عليه هيدخله البرشيرد كي الخاص بيه. لا كيوزر ما هو اليوزر دلوقتي هيخش يقول لك ريستريكت الدوكيمنت بتاعتي بحميها، هيطلب منه برشيرد كي عشان يشفر له، هيقوم مدخله البرشيرد كي، يشيل بقى الادمنستريتور بقى وما يدينيش رايتس عليه. فاهم؟ على حاجته هو، وانا مش هعرف البرشيرد كي، انما لما اقول له انا احط لك برشيرد كي وهيبقى شيرد على الناس كلها، انا في الحاله دي اقدر اعمل ايه بقى؟ في الحاله دي خلاص ما حدش، كل اللي هيطلب منك اليوزر نيم والباسورد بتوعك انت، انما اليوزر نيم والباسورد بتوع البرشيرد كي هيبقى كومن على كل الدوكمنت، فانا كراجل ادمنستريتور اقدر اخش على اي حاجه. طبعا براحتي. لا بتقدر تغيرها براحتك، هتبدا ان انت تقول له نيكست، اقول لك طب دخل لي بقى الباسورد بقى بتاعتك، هبدا ان انا ايه اقول له باسورد والباسورد دي خلي بالك دي برضو هتفيدني في عمليه الكلاسترنج، برضو لما اجي اعمل كلاستر ما بينهم لابد ان انا هيطلب مني الباسورد دي عشان هي دي الباسورد اللي بسكيور بيها او بانكريبت بيها كل الترافيك اللي عندي في النتورك. لا هي اول مره بس، وهي دي اللي هتبقى على الكلاستر الثاني. نيكست. طبعا بيقول لك احنا ننزل لك الكلام ده على الديفولت ويب سايت على الاي اي اس، فاهم؟ ولا انت تبقى، طبعا احنا مش مكريتين على الاي اي اس اي حاجه، يعني انت لو جيت هنا كده على الاي اي اس ما عندكش غير الديفولت ويب سايت، لو انت عامل بقى سايت تاني كنت هتبص تلاقيه ظاهر هنا، فانت هتبدا ان انت تسلكت اي واحد منهم. نيكست. بعد كده بيقول لك الناس لما تيجي تكونكت علينا تكونكت علينا ازاي؟ تكونكت علينا باستخدام ال HTTP ولا باستخدام ال HTTPS؟ طبعا لو قلت له HTTPS هبص هنا بيقول لك HTTPS وعلى بورت كام؟ 80 ال HTTP. لو انا قلت له HTTPS هيبقى على بورت كام؟ 443 زي ما اتفقنا. فطبعا انت عايز الناس لما تكونكت عليك تكونكت عليك ايه؟ سكيور، صح؟ فالناس لما تيجي تكونكت عليا تكونكت عليا وابدا ان انا اديله مين بقى؟ الاليس نيم rms.abc.local، وتقول له فاليديت. كده هو عارف يكونكت عليه، ما طلعلكش ايرور اهو. نيكست. السيرتيفيكت بقى بتاعتك اللي انت هتعملها، السيرتيفيكت بتاعتك اللي انت عامل اللي انت عاملها لنا، احنا لسه عاملين له سيرتيفيكت، صح؟ اللي هي ايه؟ اللي هي دي اهي، اللي هو ABC-R1، صح؟ مش دي اللي هي نزلت باي ديفولت، او لو جبت البروبرتس كده بتاعتك دي اللي نازله باي ديفولت، ولا هي دي R1؟ تعالى كده نشوف دي كده. دي بتاعتنا دي، صح كده؟ ما احنا اهو، ايوه الثانيه هي الديفولت، اللي هي الثانيه الديفولت الثانيه اللي احنا بنتكلم فيها ساعتين، عشان برضو ايه نتاكد عشان الدنيا ما تهيسش معانا.
دي ار 1 اللي احنا عاملينها. فاحنا نختار له ايه اللي اسمها ار 1. طبعا برضو زي المره اللي فاتت انت ممكن تختار ايه كرييت سيلف سيرتيفيكت. احنا المره اللي فاتت واحنا بنعمل التيرمينال سيرفيس اخترنا له كرييت سيلف سيرتيفيكت فاكرين، انما احنا النهارده منزلين له سيرتيفيكت، فمش محتاج ان انا اقول له كرييت سيلف سيرتيفيكت، فانا منزل له السيرتيفيكت دي نيكست. طبعا بيقول لك النيم بتاعك بتاع السيرفر اللي هينزل عليه اسمه ار 1 نيكست. بعد كده الناس اللي هتيجي تكونكت علينا او الناس اللي هي هتنزل الاس سي بي اللي هي الايه الاس سي بي اللي احنا قلنا عليها السيرفيس كونفيجريشن بوينت اللي هتسينكرونايز ما بينها وما بين الكلاينت، صح كده علشان يعرف مش زي الاس كيو ال، هي علشان الكلاينت يعرف الار ام اس بتاعته الرايتس مانجمنت بتاعته لابد ان حضرتك تكون منزل دي. فبيقول لك هنا لما نيجي نكونكت الناس اللي هتعمل لها انستول لابد ان هي تكون انتربرايز ادمنز، يعني موجوده في الانتربرايز ادمنز، فاقول له انا في الانتربرايز ادمنز نيكست. بعد كده طبعا هيجيب لك الاي اي اس بتاعتك الحاجات اللي نزلها جديده عليها نيكست كونفيجرد، طبعا جايب لك كل السمري اللي انت عملتها وتقول له انستول. في مشكله كده بقى شكلك في التوهان خالص. هنيجي بقى هنا كده وهنيجي مثلا هنا كده على السي بتاعتنا وهنيجي ونعمل فولدر. فولدر ده اللي احنا هنشيره، مثلا الفولدر ده اسمه اي تي، او تعالى مثلا ايه نسميه بابليك. اهو بابليك ده الفايل سيرفر بتاعي، مش ده مش الاكتف دايركتوري. حلو، وجوه البابليك جواه مثلا ايه ادي فولدر اسمه اتش ار وادي فولدر اسمه اي تي مراجعه على الشيرنج اهو اي تي. وفولدر تاني مثلا اسمه سيلز وهكذا. صح، هنيجي على البابليك ده كده ونقول له ايه بروبرتس، ونيجي هنا في شيرنج ونقول له ادفانسد شير ونشيره ونحدد الليميتد يوزر اللي هيكونكتوا عليه كونكرنت، هنقول مثلا وليكن 25 واحد مثلا. بيرميشنز هنا ايفري ون واخد ريد هنشيله، وهناد الدومين ادمنز. والدومين يوزرز صح كده، دومين ادمنز هندي لهم فول كنترول، دومين يوزرز هندي لهم تشينج. ونيجي في السكيورتي ادفانسد اديت وتشيل الانهيرتنس كله ابلاي، وتيجي هنا وتاد الاثنين برضه دومين ادمنز ودومين يوزرز. دومين ادمنز هندي لهم فول كنترول، ودومين يوزرز هندي لهم ايه ريد، ريد اند اكسكلود صح كده لاي. اوكي كلوز ده كده البابليك بتاعنا كلام السيرفر. هنيجي بقى هنا كده على الاتش ار ونجيب البروبرتيز بتاعنا سكيورتي اديت ونشيل برضو الايه الانهيرتنس ونضيف الدومين ادمنز. تمام كده. وممكن بقى نضيف ايه الجروب اللي اسمه اي تي، او ولا ده بتاع الاتش ار، الجروب اللي اسمه اتش ار مش شرط بقى ان احنا نضيفهم يوزر يوزر صح، هنضيفهم جروب جروب. احنا عندنا جروب اسمه اتش ار، ما عندناش جروب اسمه اتش ار. طيب خلاص يا عم سيبها بس الدومين ادمنز، احنا عايزين بتاع الاي تي، هات لنا بتاع الاي تي.
ادفانسد اديت وهنشيل الانهيرتابلز. دومين ادمنز هيبقوا واخدين فول كنترول. وهنا بس الاي تي عايزين بس نتاكد الاي تي دول مين جواها. هات مثلا اي تي يونيفرسال. بس عايزين الراجل ده نعمل له ميل. حلو كده يا رجاله. هنيجي هنا كده عند الاي تي ده ونحط ايه؟ اي تي داش يو يونيفرسال. وهنديلهم مش موديفاي بقى، او ممكن احنا ممكن نديلهم موديفاي، بس احنا اتفقنا مع بعض في كورس السيرفر لو انا اديته موديفاي ممكن يدلت لي الروت، صح؟ فانا لو قلت له ابلاي اوكي كده ممكن يجي على مستوى الاي تي ويدلته لي، صح؟ لا انا عايز ادي الناس ايه بقى، مش هديله بقى موديفاي، هخش هنا في ادفانسد الله يفتح عليك، ونديله ايه سبيشال بيرميشنز اد، وندلهم نفس الكلام ده بس هنقول له ايه انت مش هتعرف تدلت ديناي الديليت وديليت وديناي ديليت السب فولدرز ابلاي. ما هو ديليت وديليت رايت ماشي، مالها الرايت ما هو الرايت اهو، رايت الاتريبيوتس اهو عنده. حلو كده كده خلص. فين بقى الجهاز السيفن؟ دلوقتي لو محمود بقى دخل بصوا بقى يا رجاله، اهو محمود دلوقتي هيكونكت على الجهاز ده مسجل مسجل. بصوا دلوقتي احنا لو عندنا هنا ملف وورد
امال ايه يا عم؟ ملف وورد مثلا هنسميه اهو محمود داتا. الملف ده انا لو جيت مثلا كتبت فيه اي حاجه، هاي حلو كده، قول اي كلام صح، وجيت هنا كده قلت له سيف مفيش مشكله لغايه دلوقتي، وجيت رحت واخد الملف ده كوبي، رحت كاتب باكسلاش باكسلاش دي سي، نتورك الدي سي هنا، وجيت هنا كده ورحت حاطه هنا. في مشكله نتيجه ان انا ممبر في الجروب اللي اسمها اي تي صح. الراجل لو جه بعد مني كده عملنا لوج اوف ودخلنا بيوزر تاني ممبر في الجروب اللي اسمها اي تي، هيقدر يفتحه ولا لا؟ صح كده. على بال بقى ما يفتحوا عشان ما ناخدش وقت اهو. هنخش بس على الرايتس مانجمنت ونظبط لمحمود ان هو يظبط الحته بتاعت الرايتس مانجمنت من على الجهاز، احنا بنظبطها على الاكتف دايركتوري والراجل بعد كده بيظبطها جوه الجهاز بتاعه. خلاص ايه بيكونكت عليها ايه؟ لا هتشوف هو بيعملها حاجه من على الوورد، بتقول له بتقول له من على الوورد ان انت كونكت ريستريكت الملف بتاعي على الاكسل على اي حاجه. لا ما هي بتنفع على الاوفيس، بنقول بتنفع على البرودكت بتاعت مايكروسوفت الاكس تشينج، بتنفع مثلا على شير بوينت لو حاجه اسمها شير بوينت برضو تبع مايكروسوفت، كل الكلام ده بتنفع، لازم برودكت يكون حاجه تبع مايكروسوفت. نعمل بس لوج اوف ولوج اون للبتاع ده. دلوقتي بقى اليوزر ده لو دخل هنا كده عمل باكستاج باكستاج دي سي، بابليك اي تي طبعا، بس هو في البدايه الموضوع ده دي ملهاش علاقه باللي احنا عاملينه ده بس عشان كده يطلع لك شكل الوورد بتاعك، هيفتح ويقرا هاي اول ويظبط الدنيا ويعمل كل اللي هو عايزه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صح؟ حلو. انا بقى هظبط الرايتس مانجمنت ان الراجل ده لما يجي يكونكت دلوقتي يكونكت يدي لنفسه بيرميشنز او يظبط لنفسه البيرميشنز. يوزر عادي بس لازم انا ايه؟ مين؟ ام سرحان. بس انا هوريك ازاي بتظبطها له برضو، ما انت ام سرحان وبتبدا ان انت تظبط اليوزرز اللي انت عايزه. تعالى بقى نلوج اوف ونخش بام سرحان ونخش هنا كده على الرايتس مانجمنت. لو دخلت هنا في سيرفر مانجر رولز، جوه رولز هتلاقي الرايتس مانجمنت صح؟ مش احنا سطبناه على الجهاز ده؟
اهي اكتف دايركتوري رايتس مانجمنت تلاقي عندك حاجة اسمها Rights Policy Templates هتبدأ تقول له أنا عايز أكريت لك Rights Policy Template جديدة Add تسميها الاسم اللي أنت عايزه مثلا تسميها مثلا إيه RMS Policy أي اسم يعني أي اسم أنت عايز تسميه فاهم المهم ان انت بقى هنا لما تيجي هنا تسميها النيم بتاعك تسميها النيم بتاعك هنا وتاخد النيم ده تعمله ديسكريبشن عشان تلاقي اد دي اشتغلت معاك معايا كده وتبدا ان انت طبعا بتختار له اللغه اللي انت عايزه تشغلها عليه حسب بقى نوع البرودكت بتاعك انت منزله بانهي لغه وتقول له انا عايز اد نيكست عايز تقاد مين بقى اليوزر رايتس تقول له مثلا انا عايز اقاد محمود فاهم عايز اقاد احمد عايز اقاد حاتم عايز اقاد العفريت صح او ان انت تقف هنا بقى وبدل ما تقول له انا عايز اقاد يوزرز انا عايز كل الناس تستخدمها صح كنسل بقى دي وقول له اني وان بتقول ايه اه في الريال لايف اني وان اي حد عايز يسكيور الداتا بتاعته يسكيورها ليه برميشن عليها يا باشا انا كراجل ادمنستريتور ليه برميشن عليها انت فاهم يعني انا هيلاقيني كده مزخنق له في اي حاجه ما تقلقش يعني حلو كده تبدا بقى تقول له اني وان ها عايز anyone ايه بقى يبقى full control anyone view anyone edit anyone save anyone save as عارفين لما انت بتيجي ما يكونش ليك permissions فتقول له save as في مكان تاني ها print forward لو انت عندك ميل reply للايميلات بقى حاجات الايميلات ما احنا قلنا بقى الحاجات دي كلها للاكستشينج وكل البرودكت بتاعت مايكروسوفت فاهم فانت ممكن تقول له ايه اني وان مثلا فيو اه براحتك بقى انت هنا بتلعب بقى في الناس فاهم وتقول له ايه فينش حلو تمام اللي فوق بقى هي اللي بتبقى ليها ال 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 الموست ريستريكتيف مش الموست ريستريكتيف اللي فوق الهايست ايه الاعلى هي البوليسي بتطبق من فوق لتحت مش الكلام ده احنا خدناه ايه بس طيب محمود بقى عارف بقى دلوقتي لما يجي كونكت دلوقتي على الشير فولدر بتاعه اللحظه بقى اللي انتوا كلكم مستنيينها كل اللي هيجي يعمله على الشير فولدر بتاعه ان هو يقف هنا كده ها ويقول له ايه بريبير ويقول له في عنده حاجه اسمها ريستريكت بيرميشنز
الديفولت بتاع اي دوكمنت خلقها ربنا ان هي ايه؟ unrestricted. انا اقول له restricted، هيبدا ان هو يقول لك انت عايز تعمل السيرتيفيكت. بص لما اقول له فيو سيرتيفيكت هيلاقي السيرتيفيكت بتاعت مين؟ بتاعتي، صح؟ ما هو السيرتيفيكت دلوقتي دي اللي نازله عشان انا منزل الرايتس مانجمنت عليه. اقول له يس، هيبدا يقول لي طب دخل لي اليوزر نيم والباسورد بتوعك انت بتوع محمود او بتوع اليوزر اللي داخل اي يوزر، لان انا عاملها اني وان. فانا طالما عاملها اني وان يبقى اي واحد هيدخل اليوزر نيم والباسورد بتوعه هنا هيقدر يعمل ريستريكت للدوكيمنت بتاعته. لو محدد له اشخاص هناك اللي انا محددهم هم اللي يقدروا يعملوا ريستريكت. يا عم ماشي، معنى اني وان فيو يعني اي واحد يقدر ان هو يفيو، واي واحد يقدر ان هو يكونكت على بتاعه الرايتس مانجمنت. بس لا محدش يقدر يقعد فيه. بص بقى يبدا، بص محمود بقى يعمل ايه. قول له اوكي. شايف بقى دي ايه؟ دي بقى اللي هي الكونفيجريشن سيرفيس، البوينت اللي انا قلت لك عليها علشان يكونكت على الرايتس مانجمنت. جهازك تعمل فيه كل اللي انت عايزه، يعني ممكن جهازك تشغل عليه الاي بي سيك. ها اي بي سيك هتشغله على ايه؟ على اللي جاي لك، مش عايز حد يكلمني، انما اللي خارج منك عادي. مش انت لما كنا بنعمل الاي بي سيك كان بيقول لك انت عايز تطبقه على اني بورت؟ بتقول له السورس بورت يبقى زيرو، اللي خارج مني يبقى زيرو، واللي داخل لي يبقى جاي لي على بورت 80. اه بص كده وصل له. بص بقى ايه اللي هيزيد عندي بقى هنا كده؟ هيزيد لك حاجه اسمها بيرميشنز، عشان تقدر تدي الناس بيرميشنز. مش احنا اتفقنا مع بعض انا ممكن مثلا اخلي اي واحد معايا في الاداره يفيو، اخلي اي واحد معايا في الاداره يبرنت. هي بس الطلعة الأولانية دي هي ال يعني ايه البورت بتاع ياهو؟ هتقول لما اروح اكلم ياهو اكلمه بالاي بي سيك؟ طب ما هو ياهو مش هيبقى فاهم. انت دلوقتي ياهو انت اللي بتكلمه، مش ياهو اللي بيكلمك. انت فاهم قصدي؟ انت الاي بي سيك المفترض ان انت بتعمله للي جاي لك. خلاص كده بيبدا ان هو يظبط لك البرميشنز بتاعتك. حلو كده شايف بقى. بص بقى بعد كده ايه بيقول لك بقى ايه ريستريكتد دوكمنت. انت عايز حد يريد ولا حد يتشنج معاك؟ ريد يعني يقرا،
ايه؟ ودلوقتي مين دلوقتي اللي لفه الكنترول؟ محمود، صح كده؟ انما هنا لو قلت له انا عايز ادلك واحد معايا يريد مثلا اي يوزر تاني، اليوزر ده يعمل ايه؟ هيريد بس، فاهم؟ بص بقى اليوزر ده لما يجي يخش دلوقتي بقيت انا فول كنترول وهو ايه؟ ريد. طبعا انا ممكن اغيرها له من هنا، اقول له تشينج او فول كنترول، اقول له اوكي. بص بقى هنا هبص لها زرار طلع لك زياده اسمه تشينج بيرميشنز. تشينج بيرميشنز لمين؟ للناس اللي هي هتجي لك. انا عايز مثلا اقول له تشينج بيرميشنز وازود واحد تاني معايا في الاداره وهكذا. معايا كده؟ وسيف. اكسس ده مايد ايه يا عم؟ لا يا عم هو كده، اصبر بس. واخد فيو ايه بس؟ هقول لك انا بس دي تهيسه. ام بس كده لوج اوف. ما كل الناس واخده فيو. ماشي يا عم، ما هو فيو عشان تعرف تشوف بس. عشان الناس تشوف بس. بص السيرفر، بص النتورك هنا لو دخل دلوقتي كده على البابليك اي تي يبقى هي ما اتطبقتش، يبقى احنا عشان ما سايبناش. لا انا ما بكتبلوش ال HTTPS، انا بكتب له بس ال URL وهو فاهم ان انا بكونكت عليه بالسيرتيفيكت. لا طب استنى كده انا اقول لك على حاجه بس، هي ممكن بس احنا هنحتاج نديلهم هنا موديفاي. هنحتاج بس ندي للناس دي موديفاي ماشي علشان خاطر يعدل. هي بس بيرميشن في السكيورتي بس. عن كده نخش بمحمود تاني.
بص ركز معايا كده، هنضيف كده هنضيف اليوزرز دول، يعني هنيجي هنا كده ونأد رايتس كده أد. تعالى كده نضيف محمود، حلو كده، ودي المحمود كده فيو. ما استنى بس كده نديله فيو. ماشي مفترض من حقه سايف يعني. طب احنا كده علمنا على ايديت، تعالوا كده نقول له سيف. نعمل لوج اوف ولوج اون كده. لا ما هو بيجيبه هو بالميل، واحنا عاملين له ايميلات، عاملين لليوزرز ايميلات. احنا دلوقتي مدين لمحمود جوه الرايتس مانجمنت هنا مدين له ايه؟ ان هو يفيو ويأدت ويسيف. حلو كده؟ ما هو بقى حالته الخاصة هتأوفر رايد الحالة العامة يا عم. اهو ريموف اني وان اهو، مش هتفرق يعني. وانت ممكن تاد اني وان هنا اصلا وتدي اني وان سيف يسيفه. احنا دلوقتي بنتست على محمود، خلينا كده لما نشوف كده. خلي بالك هنا في الرايتس مانجمنت لما تقول له الاكسبايرد بتاعته لابد ان انت تخليها نيفر اكسبايرد. عارف ليه نيفر اكسبايرد؟ لانك لو انت قلت له اكسبايرد في الديت الفلاني محدش هيعرف يفتح الفولدر ده. اللي انت تعمله ريستريكت بعد بعد التاريخ ده محدش هيعرف يفتحه خالص. فلازم تقول له لازم تقول له نيفر اكسبايرد وتبدا ان انت تقول له ايه فينش. تعالوا بقى نريستارت الاثنين، هنرستارت دلوقتي ده ونرستارت السيرفر. رستارت عم الحاج ده ونرستارت الكلاينت بتاعنا. طيب يلا بصوا احنا عملنا دلوقتي ريستارت عملنا ريستارت للسيرفر.
تعالى نعمل ملف تاني، بلاش الملف ده. استنى بقى عشان هي شكلها كده. شكلها كده بيرميشن في الشيرنج. خلي بالك احنا مدين ايفري وان فيو برضو. لا فيو ايفري وان هنا على الار ام اس فيو. نشوف بس المشكله بقى دلوقتي بيرميشنز ولا مشكله ايه بالظبط. في الشيرنج فاير هم طب تعالى نرموف الديناي دي شوف بس هي لا ايه المهم يا عم اشتغلت يا عم. هي كانت مشكلتها بتاعت الديناي دي. ما هي ديناي ديليت دي كانت عامله مشكله، كانت مخليه مش عارف يعمل رايتس على على الفولدر ده. ايه؟ هي اصل ديليت ديناي ديليت ما بتخلوش بس يدي رايت يغير اسم الفولدر، ما بيقدرش يعمل رينيم للفولدر. بص بقى هنا في سكيورتي تمبلتس هنا في البوليسي الرايتس بوليسي تمبلتس على بال ما تقوم. تعالى بقى هنا كده نيجي هنا كده ونقول له ايه بريبير وريستريكت ريستريكت اكسس وقول له يس ام سرحان باسورد هنيجي هنا في رايتس وندي للراجل ده رايت لواحد مثلا موجود عندنا وقول له اوكي. خلي بالك بقى احنا هنا مدين للناس ايه كلها في الرايتس فيو ماشي. انا ما عدلتش اهو كل الناس واخدة فيو. هي بس كانت مشكلة في البرميشن بتاعت الشيرينج. يا مسهل خلاص كده اقبلها اهو. طبعا زي ما قلت لك انت ممكن هنا تتشنج البرميشن زي ما انت عايز. هتبدا ان انت تقول له اوكي سيف
سيف. حلو كده. بص بقى يا باشا خلاص كده ده بمين؟ بمحمود. لما يجي بقى يوزر تاني يعمل لوجن مش ريستارت لا لما يجي بقى يخش اليوزر ده دلوقتي يخش هنا كده على نتورك دي سي بابليك اي تي يجي يفتح بقى محمود داتا يقول له فيو سيرتيفيكت هقول له انت مين. حلو كده هكتب له اليوزر نيم بتاعه. بص بقى ايه اللي هيتم لما يكتب اليوزر نيم. ايه اللي بيحصل؟ بيسينكرونايز على الرايتس مانجمنت صح علشان يشوف ايه البرميشن اللي هو واخده او اللي محمود مدهوله. ايه هوريك دلوقتي هوريك. خلي بالك ده انت لو خدته لوكالي برضو مش هتعرف تفتح. ايه ما تعرفش تفتح. انما لو معمول له اوف لاين. انت قصدك لو معمول له اوف لاين هيعرف يفتح ولا لا؟ لان نشوفها مع بعض دي. نعمل له اوف لاين ونفصل الجهاز عنه خلاص كده. يا عم ما احنا قلنا اول مره بس في الطلعه الاولى. اول طلعه لازم تقعد فتره كده. خلاص يا عم هو خلص. على الاكس بي طبعا اسرع بس لازم تنزل له الار ام اس كلاينت. يا مسهل طيب تعالوا كده نخش هنا كده ونجرب ان احنا نقول ايه البابليك. نيجي على البابليك كده في الشيرنج ادفانسد شير في الكاش ونقول له ايه اي حاجه اليوزر بيفتحها تبقى افيلابل اوف لاين صح. هيفتح دلوقتي بس هي الطلعة الأولى بس اديله بس. يا عم ما بص أنا عايز أفهمك على حاجة. أي حاجة في الدنيا بتعلي السيكيورتي فيها البرفورمانس بتاعها بيقل. في تعارض ما بين السيكيورتي وما بين البرفورمانس. يعني ايه تعارض ما بين السيكيورتي وما بين البرفورمانس؟ يعني انا لما باجي دلوقتي مثلا احط للناس انتي فيروس على الجهاز بتاعي وجن الداتا. الداتا دي ايه اللي هيحصل لها؟ هتنقل ببطء. ليه؟ لان في حاجه بتسكنها صح؟ لان انا عليت السيكيورتي فالبرفورمانس بتاعي قل. انما لو الجهاز بتاعي معلوش انتي فيروس الداتا تتنقل اسرع صح؟
لو انا الناس بقول لها انت لما تيجي كونكت اهو عمل كونكت اهو خلاص. لو انا الناس دلوقتي باجي اقول له ايه، انت لما تيجي تكونكت مثلا على الويب سايت مثلا الداونلود بتاعك بيبقى ليميتد، او الداونلود بتاعك اللي انت بتنزله بنسكانه، هبص لها ايه الداونلود. الداونلود فزي ما بقول لك كده البرفورمانس بيقل كل ما السكيورتي ما يزيد، في تعارض مع البرفورمانس مع السكيورتي. يمكن كان في قصه مشهوره قوي، كان في بنك في سويسرا، البنك ده كان بيتسرق بمعدل مثلا يعني كل سنه بيسرقوا حوالي 10 مليون دولار او 10 مليون جنيه، فاهم؟ لا اسمع بس، البنك ده عمل نظام سكيورتي والكلام ده وقفل على الهاكر والكراكر اللي كانوا بيكونكتوا عليه والكلام ده، بعد فتره العملاء طفشوا، فلقى البنك نفسه ان هو بيخسر مش عارف 100 مليون دولار. فقال لك هتسرق احسن. ما هو ده اللي بيحصل والله. ايه؟ لا هو الفكره في ايه، ان انت عليت السكيورتي، فبقت الناس عشان تكونكت عليك لابد ان مش عارف تدخل اليوزر نيم والباسورد ويعدي على كذا واحده ويفاليديت ومش عارف ايه والكلام ده، فالناس زهقت، فقال لك لا احنا كده خسارتنا يعني خساره قريبه احسن من ايه، من خساره بعيده كده. دلوقتي بص بقى الراجل ده دلوقتي بص انا بعمل ايه، بدوس دلوقتي على الكيبورد بحاول اكتب، شايف؟ خلاص ايه؟ اليوزر ده ليمت. طبعا اقدر افيو البيرميشنز بتاعتي. بص انت عندك ايه؟ طب لو قلت له تشينج يوزر اد، اقدر اديله اي حد تاني مثلا؟ تعالى كده اقول له مايكروسوفت يوزر، اخش بقى بام سرحان، انا دلوقتي داخل بمين؟ اتفهمت؟ وطبعا اقدر بص بقى تشينج دلوقتي بيرميشن، فتح لي الليله كلها، اتفهمت؟ فكده انا بقى ايه بسكيور اي دوكيمنت عندي. هو برضو ممكن اليوزر ده يسكيور اي دوكيمنت. خلي بالك بقى اليوزر ده دلوقتي لو دخل كده فين هو بابليك اي تي، خد ده كده كوبي وراح حطه على الجهاز بتاعه، هيطلب منه يوزر نيم وباسورد برضه. ايه ماشي، بس على ما اعتقد يعني ان في الاوف لاين مش هتشتغل، لان انت بتسينكرونايز مع الار ام اس. يعني لو انت عامله مش هيقوم. طب تعالى كده بس عشان ما ناخدش وقت. تعالى كده نطلع الراجل ده من النتورك. ايوه ما احنا مطلعينه من النتورك بس عاملين اوف لاين، عملنا البابليك اوف لاين يعني شير كاشينج اهو.
ايه؟ لا هو المشكلة بس ان احنا كنا مطبقين بوليسي غتيتة ان بتريموف السيرش، عشان كده الراجل ده مش قادر. البوليسي دي كانت متطبعة على الناس دي صح؟ كنا مطبقينها على الاي تي. انا بقى نلوج اوف. شفت بقى اشتغلت ازاي دلوقتي؟ افترض بقى انا كل الكلام ده اوف لاين اهو، تعالى حتى نقول له يا عم ميك افيلابل اوف لاين. كومبليتد اهو خلاص. تعالى بقى نطلعه من النتورك. خلاص كده هتشتغل. اهو يا عم بابليك اي تي محمود داتا. عمل له كده اوف لاين، يعني كده حس ان اليوزر نيم والباسورد بتوعه. طيب تعالى كده اقول لك على حاجه، تعالى نكريت يوزر. دلوقتي اليوزر ده ملوش بيرميشن ان هو يكونكت على الفايل بتاعنا صح؟ نرجع بس ده ايه كده، ايه نرجعه تاني اونلاين. عايزين بس نعرف هو لما انت بتكونكت كده اوف لاين ايه؟ لا واحنا عايزين نشوفها كده، هي كده مش شغاله في الاوف لاين خالص، يعني في الاوف لاين ما بيعملش اصلا ريستريكت للملف. طيب تعالى كده بقى نجرب حاجه تانية. اقول لك انا بقى على حاجه تانية، عايزين بس نشوف هو كيشها ولا لا. انا هاخد ده كده كوبي واحطه على الجهاز بتاعي واحاول افتحه. كده انا في البيت.
مش هيفتحه. بكده ما عرفش يفتحه صح؟ لما تاخده بقى اوف لاين ليه فتحه؟ لا تعالى بقى، ما احنا ايه هنعمل لوج اوف كده. يبقى خلي بالك في الاوف لاين بيكايش ال 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 الكريدنشال بتاعتك عشان يعرف يفتحه. احنا بس اول ما يطلع اليوزر نيم والباسورد هنقفله ونعمل اوف لاين ونخش بيه. هو انت عشان بس تبقى عارف كل الكلام ده على فكره هو اللي بيديك الخبره. ايه؟ ناسيين حاجة؟ لا مش مهم، احنا بس نقلناهم عشان البوليسي اللي بتطبق عليهم. يبقى انا اقول لك على حاجه، يبقى هو بيسيف الكريدنشال بس يعني ايه؟ اه يبقى هو بيسيف الكريدنشال. اه يبقى هو كده بيسيف الكريدنشال. احنا لو دخلنا دلوقتي بيوزر تاني اللي فتحه ايه؟ انا فتحه بمين؟ بفلان. خلاص هو بيسيف الكريدنشال بتاعت فلان اللي هو سايبها دي، اللي هو قاعد على المكنه، لان هو دلوقتي فتح لي من غير ما يطلب مني يوزر نيم وباسورد. هو اتاخر شويه بس فتح لي من غير ما يطلب مني يوزر نيم وباسورد. فدينا دلوقتي داخلين بيوزر تاني. بس اليوزر ده بقى لابد ان احنا نديله بيرميشن في الاي تي ممبرز. عشان احنا ضايفين اويو اضطر بس ايه نعمل لوج اوف ولوج اون عشان التي جي تي بتاعته تكبر. يا عم الحاج ما انت بقى السيشن ده هتاخده تاني فين؟ بابليك اي تي يجي يفتح بقى الفولدر ده. سيرتيفيكت حلو كده. هقول له انت مين صح؟
لا احنا مش لسه مش اوف لاين. خلاص بقى كنسل. تعالوا بقى دلوقتي كده نيجي هنا ونخلي ده اوف لاين. عشان الراجل ده ما فتحوش فما عرفش ان هو يكونكت عليه. بس خلاص. انما لو كان فتحه كان فتح معايا. لا ما حسب البرميشنز بقى بتاعك. وتعالى كده طيب يعني انت عايز تشوف هنعدل فيه ولا مش هنعدل فيه. ما احنا المفترض نأدت في ده كده. كده بقى ايه اونلاين خلاص اهو. ده اليوزر اللي هو ايه فيو بس صح؟ ايه؟ ببه؟ هيسايب بقى كريدنشال دي اللي انت دخلتها دلوقتي. حلو كده. اليوزر ده هو دلوقتي ايه الموديفيكيشن نوت قلقه صح؟ خلاص ما يقدرش يعدي. طيب تعالى بقى نقفل ده كده ونيجي هنا بقى ونقفل ده ونخليه اوف لاين. صح كده مش ده اللي احنا عايزينه؟ ونيجي بقى نقول له باكسلاش باكسلاش دي سي. هو كده الكونسبت صح. لو فتحه يبقى هو صح علشان الرايتس مانجمنت بتاعته مقفوله. فكده مش هيحرم الناس ان هم يعدلوا. بس المفترض ان اليوزر كده لما يجي يفتحه يفتحه بالبرميشنز اللي هو كان عليها. مش هيتفتح. مش الراجل اللي فاتح. يبقى هو في الاوف لاين بقى يفتحها ايه بالدوكيمنت اللي الراجل كان داخل بيها. صح؟ طيب تعالى كده نعمل لوج اوف. اخر تيست اهو. هنخش باليوزر ايه؟ محمود مثلا. وانا نخش بايه بقى حاتم. لا احنا عايزين الراجل اللي هو مش محمود ليه برميشن ان هو يعدل. فاحنا عايزين الراجل اللي ملوش برميشن ان هو يعدل. ونديله برميشن. يا عم هو تعملها في البيت. انا مش عايزين تذاكروا انتوا. اهو قفش اهو يا عم.
استاد بلعب دريبل دي بقى هنعمل يا عم احنا بتاع ده هو احنا اونلاين اشتغلت خلاص يا ابن اصل ده سيرفر مكمل يعني ممكن تعمله على الفايل سيرفر مش سيرفيس تجيب لها سيرفر كامل يعني بس تبقى انت عارف ان الفايل سيرفر لما تنزل عليه السيرتيفيكت مش هتقدر تغير اسمه بعد كده بس احنا السيل ما تبقاش اي حاجه ثاني معاها كان سيرفر يبقى فاضل هي الايزو والفايروس وال صح والاكستشينج يبقى انتوا المطلوب منكم بقى واجب ان انتوا تعملوا يوزر وتخلوه فيو بس وتعملوها اوف لاين خلاص؟ اه ان شاء الله هو بس المشكله هنا الراجل ده شايف نفسه كل مره بيكونكت باليوزر اللي احنا عملنا له كونكت هو مكايش بس